بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هندرس المانوميتر ونشوف الأفكار بتاعته والرولز بتاعته. المانوميتر كله عبارة عن يوتيوب عادية خالص. هي اليوتيوب لو انتوا فاكرين كانت عبارة عن ديفايس كده أو تول بسيطة جدا، كنت بستخدمها علشان أقيس بيها الدانستين أن ليكويد، على أساس إن أنا مثلا كنت بحط ليكويد هنا في اليوتيوب بالمنظر ده، ويبدأ الليكويد يطلع لمستوى معين، وبعد كده كنت بحط الليكويد التاني عليه من اي برانش من التو برانشز دول، فبيبدا الليفل بتاع الووتر مثلا او بتاع المين ليكويد بتاعي بيحصل فيه ديفرنس، مثلا ده ينزل شويه فده يطلع شويه، وباخد 2 بوينتس عند السيم ليفل واقول ان التو بوينتس دول عندهم سيم بريشر، وابدا بقى من المنطق ده يعني ابدا اشتغل. المانوميتر فكرتها زي اليوتيوب بالظبط، هي بس الفكره عندي ان انا بدل ما بقى عايزه احط ليكويد تاني يعمل ستريس معين على الليكويد الاولاني او المين ليكويد بتاعي، انا بقى عايزه احط جاز. طب هحط الجاز ازاي؟ كل الفكره ان انا عشان احط جاز هجيب كده انكلوزد بورت، كلمه انكلوزد بورت يعني حاجه بالمنظر ده كده، جزء كده مقفول، وهبقى عامله فيه ترابنج جاز، عامله فيه حبسه الجاز اللي انا عايزه اقيس البريشر بتاعه. بمجرد ما بحط الجاز في الانكلوزد بورت ده بيبدا التو برانشز عندي يحصل فيهم ديفرنس في الليفل، يعني بيحصل المنظر ده. طبعا ممكن يحصل ديفرنس، ممكن يفضل زي ما هو، ممكن الديفرنس يبقى بطريقه مختلفه، هي كده كده ليها 3 كيسز. فلو انا تخيلت ان انا بمجرد ما حطيت الجاز عندي في الانكلوزد بورت حصل الموضوع ده كله كده، هاجي عند البوينت دي واقول ان البريشر اللي بيقص على البوينت ده هو البريشر بتاع الحاجه اللي فوقيها اللي هو الجاز بتاعي، وهاجي عند البوينت دي واقول ان البريشر اللي بيأثر هنا هو برضو الحاجه اللي فوقيها يعني البريشر اوف اير، وبعد كده هاخد 2 بوينتس على السيم ليفل، كلمه سيم ليفل والسيم ليكويد عشان يبقى عندهم نفس البريشر، يعني مثلا البوينت دي هسميها 1 وقصادها البوينت تانية هسميها 2، واقول ان ال2 بوينتس دول على same liquid وعلى same level يبقى على same pressure. same liquid same level same pressure، يبقى ال pressure at 1 equivalent ال pressure at 2. ده الأساس بتاعي. طيب مين ال pressure at 1؟ ال pressure at 1 ده ال pressure بتاع الجاز نفسه. طب مين ال pressure at 2؟ ال pressure بتاع 2 هو عبارة عن ال B air اللي بيقص على ال surface بتاع الليكويد بتاعي بلس البريشر بتاع الليكويد اللي هي الحته دي كلها، يعني ممكن اقول بي اير بلس بي ليكويد، يعني ممكن اقولها كده بي اير بلس رو جي اتش. طبعا الرو جي اتش دي كلها اللي هي بالنسبه لي تعتبر البريشر بتاع الليكويد. لو انا عايزه اقيس الديفرنس في البريشر، فالديفرنس في البريشر عندي بي جاز ماينس البي اير هيطلع على طول رو جي اتش. طبعا الديفرنس هنا بالبوزيتيف لان البريشر بتاع الجاز اعلى من البريشر بتاع الاير. عشان ما نتلخبطوش، تخيلوا ان الحتتين دول بالظبط هو عباره عن بالانس سكيل عادي خالص، تو بان بالانس كده، وفي هنا كفه اهي وفي هنا كفه اهي، في تو بانز اهو. البريشر بتاع الاير خلى البان دي نزلت شويه لان دي اهو الليكويد هنا نزل شويه وده طلع، فالطبيعي جدا ده يبقى ده معناه ان البريشر بتاع الجاز بتاعي يبقى اعلى من البريشر بتاع الاير. طب نسبه الانكريزمنت هنا فين؟ نسبه الانكريزنج هنا هي عباره عن البريشر بتاع الليكويد اللي محبوس ما بين التو بوينتس دول. طيب خلي بالي بقى من حاجه مهمه جدا، البي جاز ايكوال بي اي بلس رو جي اتش، الرول بستخدمه بالشكل ده، لازم البي اير استخدم الفاليو بتاعتها اللي بميجر الجانب بتاعتها نيوتن بير متر سكوير، ولازم الهايت هنا يبقى الميجر الجانب بتاعته متر، عشان يطلع لي في الاخر خالص البريشر بتاع الجاز بميجر الجانب نيوتن بير متر سكوير. طيب في حل تاني، بس الحل اللي انا على فكره الرول ده جنرال رول ينفع لاي ليكويد عندي، يعني المانوميتر عندي نوعين، في حاجه اسمها اكواس مانوميتر وفي حاجه اسمها ميركريك مانوميتر. الاكواس مانوميتر ان الليكويد بتاعي ده يبقى ووتر، والميركريك مانوميتر ان الليكويد بتاعي ده يبقى ميركري. الاكواس مانوميتر او الميركريك مانوميتر ممكن استخدم الفورمولا دي في رول عندي مفيش مشكله، لكن في كمان سبيشال رول في الميركريك مانوميتر ممكن استخدمها على طول بالمنظر ده. اقول ان البي جاز ايكوال بي اي بلس الاتش، الاتش ده يعتبر الهايت بتاع الميركري، والجزء ده كله كده خاص بالميركريك مانوميتر، يعني لو قال لي ان الليكويد بتاعي ميركري من حق استخدم الحوار ده كله، ده كده خاص بالميركريك مانوميتر. ميركريك مانوميتر
البي اير هنا باخد الفاليو بتاعتها سنتيمتر ميركري او ملي متر ميركري، خلينا مثلا نقول انها هاخدها بالسنتيمتر ميركري، والهايت ده هاخده برضو بالسنتيمتر علشان الميجرنج يونت بتاعه الجاز تبقى بالسنتيمتر ميركري. طبعا لو انا عايزه اخد ده ملي متر وده ملي متر يبقى هنا ملي متر ميركري، لو عايزه اخد ده متر ميركري وده متر ميركري يبقى برضو هنا متر ميركري. المهم ان انا عشان استخدم الفورمولا دي لازم افهمها كويس قوي ان الميركري هو يبقى المين ليكويد بتاعي، لكن دي جنرال فورمولا. لو الميركري المين ليكويد، لو الووتر ميركري المين ليكويد مش هتفرق معايا كتير. دي طبعا ميجرنج يونت متر بير متر سكوير، ودي ريليتد للميركري، اما متر ميركري اما سنتيمتر ميركري اما ملي متر ميركري على حسب الفاليوز اللي انا واخداها. طيب نشوف الكيس الثاني. لو انا تخيلت ان المانوميتر عندي بالمنظر ده وحطيت فيه الانكلوزد بارت او المين ليكويد اهو، حطيت بعد كده الانكلوزد بارت وحصل الموضوع بالمنظر ده. طيب من الاول خالص كده، لو انا تخيلت ان انا عندي التو بان بتوعي اهم، وده البي اير وده البي جاز، ولقيت ان البان بتاعت البي اير نزلت لتحت شويه، يعني بقى البالانس بتاعي بالمنظر ده، هعرف على طول ان البي الاير اعلى من البي للجاز. البان اللي هنا نزلت شويه، فهاخد من نفس الخطوات بالظبط، هقول ان هنا هيأثر عليا بي للجاز، والناحيه دي هيأثر بي للاير، وانا لازم عشان ابدا اشتغل لازم اخد 2 بوينتس على السيم ليفل سيم ليكويد عشان اقول ان عندهم سيم بريشر، فاخد البوينت دي والبوينت اللي قصادها بالمنظر ده، وهقول برضو ان بي 1 ايكويفالنت لبي 2 سيم ليفل والسيم ليكويد يبقى عندهم سيم بريشر، وبي 1 هو البي اير وبي 2 هو بي جاز بلس بي ليكويد يعني بلس رو جي اتش، ونفس الموضوع بالظبط لو انا هستخدم الفورمولا دي، فمن حق استخدم الفورمولا دي لكل انواع المانوميتر سواء اكلس مانوميتر او ميركريك مانوميتر. شرط اساسي استخدم البريشر بتاع الجاز في الحته دي، الميجرنج يونت بتاعته هتطلع بنيوتن بير متر سكوير، والبي اير هاخد الفاليو اللي الميجرنج يونت بتاعتها نيوتن بير متر سكوير، والهايت بتاع الميركري او بتاع الليكويد اللي موجود سواء بقى ميركري او ووتر لازم تبقى بميجرنج يونت عندي متر، يعني رول ده كده يعتبر جنرال فورمولا. وبنفس الفكره لو انا عايزه الديفرنس في البريشر، فهقول ان الديفرنس عندي بجاز ماينس البي اير هيساوي نيجاتيف رو جي اتش، طبعا النيجاتيف ده عشان يقول لي ان الديفرنس لصالح البريشر بتاع الاير، يعني البريشر بتاع الاير اعلى من البريشر بتاع الجاز. ونفس الموضوع لو انا عندي ميركريك مانوميتر في سبيشال فورمولا كده ممكن استخدمها، واقول على طول ان البي جاز ايكوال بي اي ماينس الاتش، وده خاص بالميركريك مانوميتر، لو قال لي ان الليكويد بتاعي ميركري من حق استخدم ده. ونفس التنبيهات برضو البريشر بتاع الجاز هنا هتطلع ريليتد للميركري سواء بقى سنتيمتر ميركري مليمتر او متر ميركري على حسب اليونس اللي هستخدمها سواء للبي اي او للاتش، والبي اي هاخد الفاليو بتاعتها ريليتد برضو للميركري. طيب احنا عمالين نقول كل شويه ان انا عندي اتنين مانوميتر، عندي حاجه اسمها اكوس مانوميتر وحاجه اسمها ميركريك مانوميتر، واحد بستخدم فيه الليكويد بتاعي ووتر، واحد بستخدم الليكويد فيه ميركري. طب ايه الديفرنس، يعني هو انا ليه بستخدم شويه ميركري وبستخدم شويه ووتر؟ تعالوا كده بمنتهى البساطه، هو انا الاساس عندي ما بين البريشر بتاع الاير والبريشر بتاع الجاز هو الدلتا بي اللي هو الليكويد بريشر، البريشر بتاع الليكويد نفسه. فانا هتخيل ان انا عندي التو ليكويدز بتوعي اهو، ووتر وميركري. طبعا الدنسي بتاعت الووتر 1000 والدنسي بتاعت الميركري 13600، والدلتا بريشر اللي هو البريشر بتاع الليكويد عندي رو جي اتش، والبريشر هنا برضو رو جي اتش. هنفترض رقم وهمي كده ان الديفرنس في البريشر طلع 100000 نيوتن بير متر سكوير، فالمفروض ان الفورمولا دي تبقى ب 100000 والفورمولا دي تبقى ب 100000. طب انا معايا الدنسيتي وطبعا معايا الجرافيتي، تعالوا كده نشوف يبقى احتماليه ان الهايب بتاع الووتر كولد هنا كام، واحتماليه الهايب بتاع الميركري هنا كام. لو انا اشتغلت بالطريقه دي هبص لقيت ان انا محتاجه هايت للووتر كولم يبقى 10 متر، يعني التيوب اللي هستخدمها عشان اعمل بيها الاكسبيرمنت دي لازم يبقى الفري برانش بتاعها اعلى من ال 10 متر. طب وهنا، هنا لو استخدمت هبص لقيت ان الهايت بتاعي 0.735 متر، يعني بالتقريب كده ممكن اقولها 74 سنتيمتر. طب مين فيهم براكتيكال ينفع اعمله؟ يعني انا ينفع اشتغل بتيوب باللينس ده
ولا ينفع اشتغل بتيوب باللينس ده؟ طبيعي جدا ان انا اقول اقدر اشتغل بتيوب باللينس ده، هو الاوقع ان انا استخدمه وميركري. استحاله هجيب تيوب 10 متر، الانسان اصلا طوله ما بيجيبش 2 متر. فبنقول بقى هنا حاجه مهمه جدا، لو الديفرنس عندي ما بين البريشر عالي، الديفرنس في البريشر عالي، هاي بريشر يعني البريشر بتاع الليكويد بتاعي كبير، بنفضل ان انا استخدم الميركري. ليه؟ علشان الدنسيتي بتاعتها كبيره، فاستخدم هايت للميركري في التيوب بتاعتي صغير اقدر فعلا اعمله براكتين. وبالنسبه بقى للوضع التاني، لو انا عندي لو بريشر، هتخيل ان الديفرنس في البريشر عندي 1000 نيوتن بير متر سكوير، وهعمل نفس الموضوع، ادي الواتر اهي وادي الميركري اهو، الدنسيتي اهي والدنسيتي اهي، الديفرنس اهو والديفرنس اهو. المفروض ان الفاليو دي تبقى ايكويفالنت للرول ده، والفاليو دي ايكويفالنت لهنا. لو عملت سبستيتيوشن هيطلع لك من هنا الهايت بتاع الواتر 0.1 متر، وهنا الهايت بتاع الميركري 0.00737، يعني ايه الرقم ده؟ مين بقى فيهم براكتيكال كده اقدر استخدمه؟ هو انا اقدر اجيب تيوب اللينس بتاعها بالمنظر ده واشتغل عليها، ولا اجيب تيوب اللينس بتاعها 10 سنتيمتر واشتغل عليها؟ طبعا ده براكتيكال ما ينفعش خالص، فبنفضل ان احنا لو عندنا لو بريشر بستخدم على طول الووتر بتاعي. الووتر بيبقى افضل لو في البريشر بتاع الليكويد اللي عندي بيسبب لو بريشر ديفرنس، فبستخدم على طول الليكويد اللي بيبقى الديفرنس او يبقى الدنسي بتاعته قليله، على اساس ان الهايت بتاعي يبقى عالي شويه فاقدر براكتيكالي استخدمه.